بما اننا بنتكلم على فلومينينسي، اهم نقاط القوه اللي موجوده في هذا الفريق. بص يا كابتن، الاول يعني مباراه اتحاد جده، النادي الاهلي مر من عنق زجاجه. يعني فرقه كانت الموسم اللي فات مسيطره على كافه البطولات، وكل توقع النادي الاهلي بدايه الموسم ده هيبقى على نفس المستوى، ولكن اللي حصل النادي الاهلي في الاول حصل اخفاق، حصل دروب. ليه؟ عشان بدات الموسم على رتم عالي، بدات الموسم بسوبر افريقي، بدات الموسم بدوري افريقي، اول مسابقه للدوري الافريقي، فالمباريات كانت طف، المباريات كانت صعبه جدا على بدايه موسم. الرهان كان على النادي الاهلي في مباراه اتحاد جده ان انت تفوز على اتحاد جده في افتتاحيه كاس عالم الانديه، ان انت ترجع للناس الثقه مره ثانيه، لان الفرقه دي فرقه كبيره، الفرقه دي قادره تحصد كل البطولات للموسم الثاني على التوالي، واللي حصل بس كان مجرد ضرب في بدايه الموسم. ده بالنسبه لي الشق الخاص باتحاد جده. نادي فلومينينسي البرازيلي هو توج ببطوله كوبا ليبرتادوريس للمره الاولى في تاريخه في النسخه اللي فاتت دي، بعد الفوز على بوكا جونيور في المباراه النهائيه بعد لجوء لوقت اضافي. فلومينينسي عنده العديد من النقاط الايجابيه والعديد من النقاط السلبيه. ابرز النقاط الايجابيه هو مدرب بتاعهم فرناندو دينيس، وهو مدرب برازيلي، هو مدرب المنتخب دلوقتي المؤقت فعلا. بالظبط قائد المنتخب بشكل مؤقت، وهو مدرب البعض شبهه بجوارديولا. هو بنفسه طلع في مؤتمر صحفي وقال لا، انا ما فيش علاقه بينه وبين جوارديولا، ممكن الشبه الوحيد ان احنا بنحب الاستحواذ، ولكن هو بيلعب على تمركز وانا بلعب من غير تمركز، ودي ابرز نقاط قوه فلومينينسي. الا وهي يعني بيلعب بالظبط، يعني فهمنا يعني ايه بيلعب من غير تمركز. هو بينافس الكره الشامله بمعناها الحرفي، بمعنى انه الباك رايت مش هتلاقيه بيزيد على الخط، ممكن تلاقيه بيخش في القلب. هتلاقي في مباراه، يعني لو عرضنا الصور دلوقتي مثلا، ده من ضمن نقاط القوه في مباراه الفاينل قصاد في قصاد بوكا، هتلاقي ان الهدفين المفروض ان ناحيه اليمين بيلعب ارياس، ونجم كولومبي لعب 11 ماتش دولي، ومن اللعيبه برضه صغيرين السن 26 سنه، والناحيه الثانيه كينو اللي لعب قبل كده في بيراميدز. لو رجعنا كده للقطات، لو عرفنا نجيب لقطات الهدفين بتوع الفاينل، هتلاقي معانا صور ليهم. اوكي معانا صور ليهم بالظبط، هتلاقي انه بعتوا لنا الصور يا سمير لو سمحت. الهدف الاول المفروض ان الكره من ناحيه اليمين، هتلاقي ان كينو وارياس هما الاثنين موجودين ناحيه اليمين. اهي بص، اللي بيلعب الكره دي هو كينو، عارف مين اللي جنبه ده؟ ده أرياس. يعني الجناحين فعلا، الجناحين اللي ناحيه الشمال هتلاقيهم ناحيه اليمين. اوكي نمشي كده بالصور، كينو بيلعب كوره بيسلموا اللمسه الواحده، ودي من ابرز نقاط قوه. بص مارسيلو واقف فين؟ كمان يعني بص مارسيلو واقف فين؟ مارسيلو بيخش، بص مارسيلو هيكمل فين كمان؟ يعني كمل كده. لا ده مش مارسيلو ده اللي انا شايفه. ايوه مارسيلو حكم 18 اللي في ظهر الحكم ده، اللي في ظهر الحكم. وطبعا الفرويد بتاعهم اللي في القلب طبعا جيرمان كانو، وهو هداف الفرقه. هتتلعب الكره بالعرض، جيرمان كانو بص هيقطع من تحت ازاي، ومارسيلو مكمل وهيحط الهدف الاول. هاجي دلوقتي لجيرمان كانو بس بعد ما نستعرض الهدف الثاني. الهدف الثاني من الناحيه العكسيه، هتلاقي انه اللي موجود ناحيه الشمال ده ارياس، اللي هيعمل الاسيست هو كينو اللي هو موجود في القلب تحت. بص جاي من ناحيه اليمين داخل فين؟ في ظهر الكوره، هيلعب الكوره تحت للاعب اللي جاي من تحت، بيلعبها طويله، ده كينو الجناح اليمين. ده بقى راس حربه صريح، والمهاجم البديل وهو جون كينيدي اللي احرز الهدف الثاني، هو اللي احرز الهدف ده. بالمناسبه هو المهاجم البديل اللي كانوا، ولكنه من ضمن هدافين الفرقه. يعني كانوا احرز، هو هداف الفرقه، احرز 10 اهداف في الدوري، 5 اهداف في لومينينسي السنه اللي فاتت، احرز 51 هدف في 38 مباراه، 5 الاهداف هو اللي احرزها. بطولة كوبا ليبرتادوريس احرزوا 24 هدف، كانوا لوحده احرز 13 هدف. هتكلم اللا مركزيه، ان مكان الكوره بيروح حتى الباك الشمال يعني خلاص بالزبط. انت مكان الكوره زي ما بتلعب خماسي بمعنى اصح يعني. هو قال بوصف ده بالظبط في الحوار بتاعه، قال انا برجع كره الشوارع، كره خماسيه، انا عايز اللعيبه تحس بحريه في الملعب، انا مش عايز اللعيبه تتمركز. بس خلي بالك، ما هو ده معناه انه انا في هذا المكان تقدر تستغل، يعني ده سلاح ذو حد مرات قليله تقدر تستغل. انا هقول لهم خلي عامل مارسيلو يلعب جوه، بس اول ما هقطع هخلي واحد يلعب ورا مارسيلو يقف هناك. دي واحده من النقط السلبيه، فرقه فلومينينسي بيعملوا ايه لما بيفقدوا الكره؟ على طول بيعملوا ضغط عالي، بيحاولوا يستخلص الكره الثانيه، لما الكره تعدي من وسط الملعب تبقى هجمه واحده فراغ كبير. ما ينفعش باللا مركزيه غير حاجه واحده بس، ان انا اول ما تتقطع لازم اعمل الهاي يا هعمل فاول، ما هو لازم اوقف، لازم اوقف الكوره. ما حصلش من الاثنين، انت هتاخد بقى الفاولات. اكتر فرقه بتاخد انذارات. أيوة. وتاني اضعف فرقه في الدوري البرازيلي في انهاء الهجمات في الثلث الاخير اللي هو الثلث بتاعهم، تاني اضعف فرقه، فهم كانوا مركز سابع الموسم اللي فات دفاعيا. يعني انت وصلت للهجمه الواعده، رحت نص ملعبهم في الثلث بتاعهم، خلاص انسى ان الكوره، خلاص الكوره جول. اولا عندهم بطء،
في المدافعين. صحيح. سن كبير جدا، تتكلم في مارسيلو 36 سنه، تتكلم في الباك رايت بتاعهم برده نفس الكلام، فليبي ميلو في قلب الدفاع، حتى الحارس بتاعهم فليبي ده كان اللي كان حارس البرازيل في كاس العالم الشباب 97 هنا الجيل بتاع احمد بلال وابو العلا هو الحارس بتاعهم. ما عندهمش الا مين بلال هيزعل كده قال لك انا كان زمان العب. انت عارف بلال طبعا نجم النادي الاهلي يعني. فعندهم بطء في خط الدفاع، بمناسبه بيخش فيهم كرات عرضيه بسهوله جدا رغم القوه والشراسه اللي عندهم، بس كل الكرات العرضيه تقريبا انت بتتكلم في 7 كرات تلقوهم في كوبا ليبرتادوريس، 7 كرات عرضيه دخلوا منهم 4 من لعب مفتوح و3 من كور ثابته، ودي هتبقى نقطه قوه مهمه جدا للنادي الاهلي. عبد المنعم هيكون ليه دور مهم جدا في الركنيات، فرقه بتتلقى 3 اهداف من ضمن 7 تلقوهم من كرات عرضيه، ده معدل كبير جدا، والفرقه دي عندها مشاكل دفاعيه، لو استخلصنا الكرات ولعبنا الكره السريعه واستغلينا الكرات الثابته ان شاء الله ان شاء الله في لومينينسي هنتخطاها ونكون موجودين في النهائي للمره الاولى في التاريخ ان شاء الله.